لكن فكرة أم الشهيد دي وضعها في رأيي أصعب. يعني هي في النهاية طبعًا ما بين طبعًا ثقلين، ثقل إنها مبسوطة باللي ابنه عملها والمنزلة اللي ابنها فيها، بس في النهاية برضو مشاعر أم، أنهي أم في الدنيا اللي تقدر تبعد عن ضنارها؟ أنا عايز أقولك بقى في أوائل أمهات الشهداء الملكة إياح حتب أم أحمس، لأن ابنها كاموس شهيد وزوجها سقن الرع شهيد أثناء الهكسوس ما قتلوهم. أيوه. لما راحت زقت أحمس عشان يكون شهيد وهو عنده 19 سنة وقالت له عليك أن تستكمل المسيرة، ما قالتش أخد إعفاء من الجيش يعني. أيوه. فلما أحمس كنس الهكسوس بعد كمان انتصار المصريين ثقافيا في مواجهة الهزيمة العسكرية، ودي بقى الحاجة الوحيدة اللي الشعب المصري يتقنها، عشان كده جمال الحمدان سماه الشعب المحارب، يستطيع الارتداء الكاكي ثم يخلعه وقتما يشعر انه المدنية محتاجة منه جهد. فهو الشعب الوحيد اللي يقدر يعمل الحاجتين بكل أريحية من غير يعني صحيح. اي قلق. وعايزة اقول لحضرتك انه هي لما بعتته عشان يموت خرجت باحساس الام اللي حضرتك بتشير ليه واللي واجع قلبنا، لكن وهي خارجة بتقول للمصريين غاب قوي هل مات ايضا، غنوا لها وحوي يا وحوي اياح، افرحي افرحي يا قمر ابنك حارب وانتصر، دي باللغة صحيح. المصرية صحيح. القديمة صحيح. فعايزة اقول لك كل ام مصرية كان قدرها هي سواء مارست ان تكون ام شهيد او في انتظار ان تكون او متوحدة مع ام شهيد، لان احنا من امبارح بنبكي كلنا باعتبارنا امهات صحيح. فكل واحدة فينا شافت ابنها في موقع هؤلاء الشهداء صح. لكن اللي انا عايزة اقوله ان مصر بقيت امة عاشت في خطر، اسمها كده يعني في تصنيفها بين الأمم 40 أمة جت حكمتها وتزرها رياح التاريخ وتبقى هذه الأمة، بس هي بقيت بفاتورة يدفعها شعبها اللي مستعد يلبس كاكي في أي وقت، واللي لم يكف أبدا عن فكرة الدفاع العسكري، واللي ربنا منحه جيش اتقال عليه من يعني من عليه الصلاة والسلام خير أجناد الأرض، لأنه محدش كمان بيفكر قوي في التفاصيل دي، بس لأني بدرس علم الاجتماع العسكري وعارفة ازاي في شعوب تانية تتمنى خيال جندي من رجالنا صح. واللي هتلر كان بيتمنى مزبوط. انه يبقى عنده جندي، واللي نابليون كان هيموت على الجيش المصري.